السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في قصص سيدنا سليمان عليه السلام. هذه القصة اليوم طابعا لمن يحب التنجيم أو معرفة علم الغيبيات، حتى يتسنى لك أن تحكم بنفسك لما الله سبحانه وتعالى حجب عنا مثل هذه الأشياء من علم الغيب ومن ما نحاول أن نتطلع عليه. فجاء في القصة، روي كما أسلفنا أن رجلا جاء إلى نبي الله سليمان عليه السلام فقال: يا نبي الله، إني أطلب منك أن تدعو الله أن يعلمني منطقا الكائنات كما علمك. فقال له سليمان عليه السلام: لا أنصحك بذلك. فأصر الرجل على نبي الله سليمان على أن يعلمه منطق الطير أو منطق الحيوانات أو أي شيء. فحينها قال له سليمان عليه السلام: إن كان ولا بد، فماذا تريد من الطيور أو من الكائنات أن تعرف لغته؟ قال: أريد أن أعرف لغة القطط. فقام نبي الله سليمان ودعا الله أن يعلمه منطق القطط. عاد الرجل إلى منزله وإذ به يسمع هذه الكائنات وهي تتكلم فيما بينها، ويدرك ذلك مرارا وتكرارا كل يوم. وذات ليلة سمع الرجل قطا يكلم قطا في منزل الرجل، وقال له: هل لكم عشاء الليلة؟ أي القط يقول للقط الذي في منزل الذي علمه الله لغة القطط، فقال: لا يوجد عشاء الليلة، ولكن بأمر الله سيموت كبش صاحب البيت غدا ونتعشى جميعا. عندها سمع الرجل صوت القطط وفهم اللغة، فبكر اليوم الثاني وأخذ الكبش وباعه كي لا يموت في بيته. فأتى الليلة الثانية القط يسأل القط تبع صاحب المنزل فيسأله: هل لكم عشاء؟ قال: والله ما لنا عشاء، ولكن اصبر إلى ليلة غد فإنه سيموت الثور حق صاحب البيت فنتعشى كلنا. فسمع الرجل فقام وباع ذلك الثور. في الليلة الثالثة جاء القط للعشاء مثلما أوعده، ولا يجد لا خروف ولا ثور ولا شيء. يسأل القط: هل لكم عشاء؟ قال: لا يوجد لدينا عشاء، ولكن غدا بأمر الله سيموت صاحب البيت وحينها سنتعشى جميعا. وقتها أدرك صاحب المنزل حينما سمع تلك اللغة أنه مائتا لا محالة، فاتجه إلى نبي الله سليمان ليخبره بالقصة وأن تلك القطط تكلمت بأمر الخروف ثم بأمر العجل ثم بأمره. فقال: هل هناك مخرج يا نبي الله سليمان؟ قال: لا، فقد أفداك الله أول ليلة بالكبش فلم تتعظ، ثم أفداك الله بالعجل فلم تتعظ، ثم جعل القضاء في رأسك في الليلة الثالثة. وأحيانا بعض الناس الله سبحانه وتعالى يبتليهم بأشياء، أخذ عليهم أشياء يظنوها أنها مهمة، والله سبحانه وتعالى في ظهر الغيب يبعد عنهم أشياء أكثر أهمية وأكثر مصيبة. ولذلك يجب على المؤمن أن يتوخى الحذر وأن يرضى بأمر الله ومقدرته في تلك القصة الجميلة التي ذكرت من أيام سليمان عليه السلام.